يا مرحبا فيكم مشاهدينا في برنامج المطبخ. اليوم طبختنا هريس على لحم. طبعا ليش سموها هريس؟ لان كل المكونات دي تنضرب بالمضرابة وتنهرس، ولاجل كذي سموها هريس. وعندنا طبق حلو اللي هو السوغو، تعالوا معاي نطبخ طبختنا. طبعا اليوم عندنا حلقة متميزة. حلقتنا اليوم متميزة ليش؟ لان راح نطبخ لكم الهريس. طبعا الهريس في كل بيت موجود، وبالأخص في شهر رمضان. تعالوا معانا نتعرف على مكونات الهريس. عندنا كيلوين، راح نستخدم كيلوين من لحم البقر الله يعزكم، وراح نستخدم كيلو واحد حب هريس. طبعا ما في بهارات، نجرب بس ملح. تعالوا معانا نبتدي نسوي الهريس. اولا راح نحط اللحم في الماء وننتظره لين يطلع الرغو منه ونشيله، وبعدين راح ننزل اللي هو الحب الهريس. طبعا احنا عندنا طبقنا الحلو بيكون ساقو. اول ما بنشتغل على الساقو راح نتعرف على مكونات الساقو بالضبط. طبعا الهريس في ناس تحبه على دياي، في ناس تسوي على لحم، وفي ناس تسوي على لحم ولا دياي وتحط فيه طماط. طبعا كل واحد على حسب الاختيار ماله وعلى حسب ما يحب. بس اليوم اللي احنا راح نسويه هو اللحم ويا الحب، ما راح نضيف له اي شيء معه، بس ننتظر لما يفوح وننزل فيه الحب الهريس. ترى هي طبخه جدا 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 سهله، وراح تشوفونها معاي خطوه بخطوه. كل اللي نحتاجه لحم وحب، اضافه على ذلك ان الواحد ممكن يستخدم اللحم ذي ويحط وياه الشحم اللي هو الجفن، قطعه بسيطه وسطهم تعطي طعم ونطعه ما في عليها. شراكم واحنا نطالع الهريس نتعرف على الساقو. فطم ما يفوح اللحم الساقو طبعا نقعناه لمدة ساعة لساعة ونص. راح نستخدم بعد السكر ومكسرات للتزيين وزبيب وهيل وماي ورد مع زعفران ودهن خالدي اللي هو الدهن العربي. بدأ اللحم يفوح، راح نشيل بس الرغوة اللي موجودة عليه علشان بس ما تعطينا زفرة في الهريس. انا عارف ان الهريس تسويته ياخذ له وقت كثير، بس تقدر تخلي الهريس الحب نزل الحب وسكر عليه يعني نار هاديه كلش، ولمده تقريبا توصل بين 3 ساعات إلى 4 ساعات على نار هاديه، وبين فتره فتره تشيك ان الماي نزل مستوى او ما زال نفس الشيء. اذا نزل المستوى تضيف عليه ماي شوي وتخلونه. ما زالت الرغوه تطلع. بعد ما زلنا الرغوه كامله راح ننزل فيه الحب ونقصر على النار ونخليه المده اللي قلنا عنها حوالي 3 ساعات. قلنا استخدمنا كيلوين لحم بقر الله يعزكم، ومقدار تقريبا كيلو واحد بس حب هريس. طبعا الحب الهريس ناقع لمده ساعه وساعتين عشان يكون يعني في الاستواء اقوى او
نقول يعني يستوي بسرعة عندك. خلينا نتكلم عن الهريس، نقول هاي احنا ركبنا عليه وقصرنا النار لأقل مستوى. أيام الأول لما كنا نسوي الهريس في البيوت وسويه أمهاتنا وأجدادنا الله يرحمهم وغن روحهم لينا، كنا احنا صغار انت يما كلنا على جدر الهريس، أول ما يبرز الهريس انت يما احنا صغيرات كلنا حوله. علشان شنو؟ علشان نفوز بشيئتين اللي هو الجدر الهريس، عقب ما يفرقونه نجلس نحط اصبعاتنا داخل وناكل فيه، هذه واحده. واللي يفوز بمضربه الهريس بعد ناخذها وناكل، لا هو بعيب ولا هو شيء. راح نسوي الساقو. اولا راح ننزل السكر وراح اعلمكم المقادير بالضبط. كلاص واحد من السكر، ممكن نضيف شوي ونبتدي نذوب السكر. خلي يذوب شوي السكر، ويصير لونه هو ينقلب لونه بني. خلي بدا يتغير عندنا لون السكر. واحنا نسوي راح نتكلم عن الساقو، وهو طبعا اكله بحرينيه واهلنا الاولين دائما يحبونها. ما اقدر اقول لكم طعامها شلون، يعني تقريبا نفس الحلوى هي بس لها مسمى غير في الاستخدام لان تستخدم ماده الساقو فيها. دب السكر خلي لون شوي يغمج، هاي لون ما نخليه يحترق لان اذا لو احترق راح يصير مر طعمه. غير لونه راح نصب عليه ماء. طبعا لو قلنا الماء في نفس المقدار خلاص غلاصين ثلاثة وأربعة غلاصات نتركه لين يذوب كامل. بعد ما ذاب السكر راح ننزل عليه الساقو. ونبتدي نحرك فيه. راح يتغير معانا. وابتدي يهمد شوي شوي. حرك باستمرار. راح يتغير اللون وراح يصير لونه ذهبي على اصفر، راح تشوفه شلون لان احنا حطينا ساقو وضفنا عليه ماء الورد. بدا يتغير لون الساقو. الله يرحم أبهاتنا وأمهاتنا الأوليين، الحرمة الأول تسوي لها الساقو وتبرز القهوة والشاي حق أبو العيال، هو معود سواء كان من شغلة من محلة وتبرز لها القهوة ويجلسون سوي الفوت. الله يرحمهم قيم روحهم لينا. ذيك أيام حلوة كل ما نتذكرها ونعاود نتذكرها.
على قولتهم تخنقنا العبرة. وكذي أصبح جاهز. قصر عليه شوي. بعد ما جهز الساقو راح نطلع فاصل ونعود لكم مرة ثانية، انتظرونا. بعد ما طف الوقت حوالي 3 ساعات على الانتظار الهريسة لما تجهز، طبعا راح أرويكم القوام بس حق الساقو وشي. هاي القوام ماله اللي احنا محتاجينه طبعا، وقلت لكم في البداية انها هي تنكل وهي باردة. بعد ما جهزت الهريسة مالتنا بعد راح اروق مياه شوي. هاي هريستنا طبعا اخذ لها 3 ساعات على النار. راح ننزلها ونبتدي نضرب الهريسه بالمضربه مالتنا. انا اقول لكم تعودوا انكم تضربون الهريسه بالمضربه لان الطعم غير، حتى الامتزاج بينها وبعضها مكوناتها غير. لما تحط عليها الماكينه وتحطها في الخلاط ما راح تعطيك الطعم اللي انت تبيه. تعالوا معانا واحنا قاعدين نضرب الهريسه وتشوفونا. طبعا الهريسه مو من سواها، الهريسه من ضرابها. تعالوا معاي وتشوفوا واحنا نضرب. بسم الله وعلى بركة الله. يا الله حالات عندنا العيال الحين متيمين يمين ويسار ما شاء الله، يبي لها وقت بس. هريستنا صارت جاهزة مثل ما تشوفونها، وساقو الحلو صار جاهز. وبالنسبة عن الطبق الثالث خلوه يدور في الفريج، الشهر ذي شهر كريم يعود عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. أشوفكم في الحلقة الجاية ومع السلامة.